أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى النقطة الثانية، إلى التسلسل الثاني، والعنوان هو شمة عرفان واضطراب. شمة عرفان واضطراب، الصدر والحكيم صراع واتهام متبادل بالعمالة لصدام. مآسي الحوزة. شمة عرفان واضطراب، الصدر والحكيم صراع واتهام متبادل بالعمالة لصدام. مآسي الحوزة. جمعنا في العنوان أكثر من عنوان لبحوث سابقة والمتعلقة بالأستاذ الصدر. شمة عرفان واضطراب، الصدر والحكيم صراع واتهام متبادل بالعمالة لصدام. مآسي الحوزة. للتاريخ أوثق، إذن نحن نوثق للتاريخ، وهو عمل علمي، هو واجب، هو عمل علمي مهني أخلاقي إنساني ديني. إذن للتاريخ أوثق. إن المرجعية المصنوعة صداميا قد تمسك بها الأستاذ الصدر بكل قواه، بالأيدي والأرجل والأجساد وبعض الأسنان، وبعض الأسنان قد تمسك الأستاذ بالمرجعية الصدامية بما منحه صدام من مرجعية ومغرياتها، قد تمسك بها الأستاذ بالأيدي والأرجل والأجساد وبعض الأسنان. إذن للتاريخ أوثق أن المرجعية المصنوعة صداميا قد تمسك بها الأستاذ الصدر بكل قواه، بالأيدي والأرجل والأجساد وبعض الأسنان. فأي شجاعة تزعمونها للصدر، وأي مقاومة لنظام صدام تدعونها للأستاذ، وأي أعلمية للصدر يتحدثون عنها، وأي عرفان مزعوم مكذوب ينسب للصدر للأستاذ. هل يوجد عالم يتمسك بمرجعية صدامية مصنوعة، يتمسك بها بكل قواه، بالأيدي والأرجل والأجساد وبعض الأسنان؟ هل يوجد عرفاني يتمسك بمرجعية ممنوحة مصنوعة ممنوحة من صدام ويتمسك بها بكل قواه، بالأيدي والأرجل والأجساد وبعض الأسنان؟ هل هذا من العرفان؟ هل هذا عرفاني؟ هل هذا سلوكي؟ هل هذا سالك؟ وأي عرفان المزعوم مكذوب ينسب للصدر الأستاذ؟ إن المرجعية الصدامية ومغرياتها قد عرضت علينا مكرراً، وهذا توثيق للتاريخ، للدين، للمذهب، للعقيدة، للإسلام، للأخلاق، للإنسانية. إن المرجعية الصدامية ومغرياتها قد عرضت علينا مكررا حتى ونحن في داخل زنزانات نظام صدام، وقد رفضناها بإصرار كما رفضنا ونرفض غيرها، وذلك بفضل الله وتزيده، وذلك بفضل الله وتزيده. ليس ببعيد، ولكن بفترة تتجاوز 20 عاما بقليل، قد حصل أستاذنا الصدر من صدام حسين على الواجهة والمال والتسلط المجتمعي والاستحواذ على شؤون الحوزة ومدارسها ومؤسساتها ومنح الإقامات لوافديها. نعم، كل ذلك قد حصل عليه الصدر بتفويض ودعم ورعاية مباشرة من صدام ومن نظام البعث. ليس ببعيد، ولكن بفترة تتجاوز 20 عاما بقليل، قد حصل أستاذنا الصدر من صدام حسين على الواجهة والمال والتسلط والتسلط المجتمعي والاستحواذ على شؤون الحوزة ومدارسها ومؤسساتها ومنح الإقامات لوافديها. نعم، كل ذلك قد حصل عليه الصدر بتفويض ودعم ورعاية مباشرة من صدام ومن نظام البعث، وبنسبة 95% وبنسبة 95% كما عبر عنه الأستاذ الصدر نفسه، من صدام ومن نظام البعث وبنسبة 95% كما عبر عنها الأستاذ الصدر نفسه، وسيأتي المصدر ونشير إلى ما قاله الأستاذ الصدر.
هذا هو الكتاب مواعظ ولقاءات السيد الشهيد محمد الصدر، هذه شبكة ومنتديات جامع الأئمة. مواعظ ولقاءات السيد الشهيد محمد الصدر، شبكة ومنتديات جامع الأئمة، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، دار ومكتبة البصائر. اللقاء الصوتي الأول، اللقاء الصوتي الأول صفحة 111، اللقاء الصوتي الأول، اللقاء الذي أجراه الشيخ عبد الستار البهادلي مع السيد الشهيد الصدر. اللقاء الصوتي الثالث في صفحة 147، أيضا اللقاء الذي أجراه سماحة الشيخ عبد الستار البهادلي مع الشهيد الصدر. بعد الاطلاع على المصدر مواعظ ولقاءات والمصائب التي فيه، أكرر ما قلته سابقا وأؤكد عليه، للتاريخ أوثق أن المرجعية المصنوعة صداميا قد تمسك بها الأستاذ الصدر بكل قواه، بالأيدي والأرجل والأجساد، وبعض الأسنان وبعض الأسنان وبعض الأسنان. فأي شجاعة تزعمونها للصدر، وأي مقاومة لنظام صدام تدعونها للأستاذ، وأي أعلمية للصدر يتحدثون عنها، وأي عرفان مزعوم مكذوب ينسب للصدر الأستاذ. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.